بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه المحاضرة راح ندرس أنواع المتغيرات المستخدمة في لغة الماتلاب. بالمحاضرة السابقة أخذنا الثوابت وقسمنا إلى ثوابت عددية وثوابت منطقية والأعداد العقدية complex number وإن الثوابت الرمزية. اليوم نأخذ أنواع المتغيرات. قبل لا ندخل لأنواع المتغيرات، هناك بعض القواعد الرئيسية لازم نلاحظها، وهذه مدرجة كما تشوفون عندكم بالنقاط. أول هذه القواعد هي: أول شيء، هناك دوال ومتغيرات أساسية موجودة في لغة الماتلاب. من هذه الدوال والإعازات الموجودة مثل قاعدة if and بريك، دوال الساين، الدوال المثلثية، الكوساين، التان، إلى آخره، كثير من الدوال الأخرى. هذه الدوال ما نقدر نستخدمها كمتغيرات. وأيضا هذه ملاحظة مهمة. الملاحظة الثانية، أسماء المتغيرات تختلف، يعني إذا كتبناها بحرف كبير أو بحرف صغير أو واحد من حروف كان يختلف، مثل ما تشوفون بالنقطة رقم 2، مثلا كلمة كوست إذا كتبها كابتل لتر حروف الكابتل تختلف عن كلمة كوست إذا كتبها بسمول لتر، أو إذا كان أحد الحروف يختلف. النقطة الثالثة، أنه عدد الحروف أو أسماء المتغير الواحد لا يتجاوز 63 رمزا، زائدا يعني المتغير هو متكون من رموز وأرقام أو رموز أخرى بشرط أن لا يزيد عدده على 63. ثاني النقطة الرابعة والأهم هي أسماء المتغيرات دائما تكون تبدي بحرف، ما يصير تبدي برقم أو تبدي بأي، يعني أي إعاز، أي متغير لازم يبدي بحرف. جميع أوامر الماتلاب يعني الدوال وغيرها تكتب بحرف صغير، وهذه لازم نلاحظها وهذه ذاكرها أنا في ملاحظة رقم 1. أنواع المتغيرات في لغة الماتلاب. طبعا بلغة الماتلاب ادي نوعين من المتغيرات: متغيرات عددية numerical variables، وعندي المتغيرات الرمزية أو يعني تكتب بشكل حروف. المتغيرات العددية مثل ما أشرنا إليها، في أول شيء تبدي هي بحرف، حروف اللغة الإنجليزية من capital A إلى small capital A، small A إلى small Z، أو كذلك الأرقام من 0 إلى 9، وبشرط أن تبدأ يعني بحرف ولا يزيد عدده على 63 رمز مثل ما ذكرنا سابقا. مثلا شوف، اقدر اكتب كابتل اكس 2 اس 2، كابتل كي سمول اس، كابتل كي الى اخره. وكيفية كتابة المتغير العددي شوف كما موجود عندكم بالصورة، اكتب شنو اسم المتغير وبعدين علامة تساوي اكتب قيمته، مثلا كي 1 شوف اكتب يساوي مثلا 60 واخليه فاصلة مقوطة، يعني شنو هذه معناه كي 1 قيمته 60. النوع الثاني المتغيرات هو المتغيرات الرمزية، يعني على شكل رموز، وهذه لها استخدامات كثيرة في لغة الماتلاب، خصوصا من اتعامل ويا اسماء، اتعامل ويا يعني بعض الحالات الخاصة، يعني دخل مثل اسماء وارقام تليفونات شغلات اخرى احتاجها، فممكن استخدم الرموز او المتغيرات الرمزية، بشرط انه المتغير الرمزي لازم يكون محصور بين علامتي اقتباس ادوية، على شرط المتغير العددي. شوف المتغير العددي مثلا اعطيت مثال كي 1 تساوي 60، شوف ما خذيت علامة اقتباس، بس اذا اخلي كي 1 بين قوسين فاصلة علوية، اخلي فاصلة علوية او علامة اقتباس 60 اقصد بها قيمة 60، راح اشوف هاي يصير متغير رمزي مو متغير عددي. الجملة الرمزية هي مماثلة للمتغيرات الرمزية، الفرق واحد هو المتغير في الطرف الأيمن يكون رمز، يعني شو مثلا A تساوي لنا شنو number of student، صارت شنو بين N هو متغير رمزي صار هنا، وبدل يعني تشوف number of student شنو خلينا بين علامتي اقتباس، فصارت هي جملة رمزية، وهذه هي N متغير رمز A مثلا تساوي لنا حميد عبد الكريم مثلا H. شوف يعني صار جملة بس A هو متغير رمزي لأن قيمته هي قيمة رمزية.
تعبيرات الحسابية في لغة الماتلاب هذه أهم شيء هي مقدمة في بداية كتابة البرامج وكيفية كتابة الجمل الحسابية. العمليات الحسابية معروفة، زائد ناقص جمع والطلع أقصد يعني، والضرب علامة القسمة وعلامة الرفع. هذه هنا يعني العمليات الأساسية في لغة الماتلاب. شلون أكتب هنا أنا بالحاسبة؟ طبعا الرموز تحفظ مثل ما موجودة. لديشين شوف علامة الزائد أنطيها، سبستريشين هي الناقص كما مبين، علامة الضرب وعلامة القسمة. طبعا عندنا طريقتين القسمة، قسمة اليمين على يسار شوف بالشكل، يعني مثلا 5 على 3 أقسم 5 على 3، بس إذا أعكس العلامة شو يصير؟ يصير القسمة بالعكس 3 على 5، وهذه شيء مهم. يعني صح إن بالحاسب بدي علامتين للقسمة، لو يمين على يسار لو يسار ليمين، واثنيناتين يشتغلن في لغة الماتلاب. علامة الرفع يعني التربيع أو التكيب أو إذا أي أس آخر، شوف هذه العلامة موجودة بالكيبورد وتشبه علامة إثنان، مثلا 5 تكيب شلون أكتبها؟ 5 أس 3 معناها 5 تكيب في هذه الحالة. أمثلة على هذا الموضوع، مثلا شوف أي ناقص 3 بشلون أكتب أي ناقص 3 في علامة بي، مثلا سي تربية ناقص A شلون أكتب سي، وهذه العلامة التربية ناقص 10، أي تربية زائد بي تربية تقسيم 12 كلها شلون أكتب أي تربية علامة زائد بي، علامة التربية خليها داخل قوس وأقسمها على 12. وهذا مثال أخير. ملاحظة مهمة جدا هذه في لغة الماتلاب، هذه دائما أشير إليها. الماتلاب قلنا هو يتعامل ويا مصفوفات، فخصوصا في عمليات الضرب او عمليات القسمة، فهي عمل راح يضرب او يقسم على شكل مصفوفة، ما يقسم على شكل اعداد. فعملية الضرب يعني اي عملية ضرب داخل الماتلاب هي ضرب مصفوفة في مصفوفة، او عملية قسمة هي قسمة مصفوفة على مصفوفة. فهي شلون تجرى في الماتلاب؟ فحتى ميز انا بين المصفوفة وبين الاعداد داخل الماتلاب، يعني انا ايضا اجري عملية الاعداد مو عملية مصفوفة، فلازم اخلي استخدام السكيرر، احول المصفوفة الى عدد. شلون احولها؟ باستخدام الدوت. يعني شوف هسه نعطي مثال، واي تساوي اكس دوت في اكس، يعني مثلا عندي اكس تربيع انا اكس دوت في اكس. طبعا شنو فائدة النقطة هاي؟ تحول لي المتغير من مصفوفة الى متغير عددي حتى تجرى العملية داخل المصفوفة بشكل صحيح. يعني كثير من العمليات راح تشوفون ان شاء الله بعدين بالبرامج من نكتبها، شوف الماتلاب يعطيك ايرور، ما هيشتغل البرامج. ليش؟ يعني تعرفون انتم في حالة ضرب المصفوفات اكو قواعد، مثلا يضرب مصفوفة مصفوفة شنو قاعدة مصفوفة، مثلا عدد صفوف اعمدة المصفوفة الاولى لازم يساوي عدد صفوف المصفوفة الثانية اللي راح تنضرب بها، وهذه القواعد اذا ما تساوت ما يصير عملية الضرب. فحتى انا اتجنب هاي المشاكل واحولها الى من مصفوفات الى متغيرات عدديه وتجرى العمليه بسهوله داخل الحاسب، استخدم هاي الدوت. وكذلك حتى الدوال المثلثيه بعدين اذا اخذنا في عمليات الضرب او في عمليات الرسم الى اخره، يشوف اذا ما اخذ نقطه البرنامج ما يشتغل، يعطيني ايرور او يعطيك نتائج خاطئه. وهذه ملاحظه مهمه جدا لازم ناخذها. مثلا شوف اضرب اكس في اكس، شلون اضربها؟ اخلي واي تساوي اكس دوت في اكس، الداله المثلثيه اخلي وين اخلي الدوت؟ اخليها داخل الداله المثلثيه. يعني شوف مثال واي اكس موشن ناقص 0.6 في اكس، الداله الاسيه اخلي الدوت ماله وين؟ خارج الداله، بس الكوساين او الساين او اي داله مثلثيه وين اخليها؟ داخله، اخليها داخل المتغير حتى يعرف بان واي مو كوساين مصفوفه، وانما كوساين هو متغير عددي. وهذه شيء لازم تلاحظه خلال ان شاء الله خلال البرمجه بعدين لاحقا.